الفنانة الكبيرة مديحة حمدي بدأت مشوارها الفني من خلال الإذاعة، وشاركت في بداياتها الفنية في الستينيات في عدد من الأفلام السينمائية، من القاهرة في الليل ومدرس خصوصي والعيب والسيد البلطي. وكانت بداية الفنانة الكبيرة مديحة حمدي الحقيقية في عام 68 من خلال خشبة المسرح، بعد مشاركتها في مسرحية السكرتير الفني أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس. كمان قدمت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي للدراما التلفزيونية العديد من المسلسلات، وكمان شاركت في عدد كبير من المسلسلات الدينية والتاريخية. كاميرا فلاش التقت بالفنانة الكبيرة مديحة حمدي، واللي كلمتنا عن رأيها في المسلسلات اللي تم عرضها في رمضان السنة دي، وكمان هتكلمنا عن مشاركتها في الفوازير وألف ليلة وليلة. تعالوا نشوف مع بعض اللقاء ونرجع مرة تانية. هكون صريحة جدا وصادقة جدا، يعني ما فيش الصالون بتاعي الثقافي اللي انا بعمله مع صندوق التنميه الثقافيه برئاسه الدكتور فتحي عبد الوهاب، لو ما كنتش مشغوله في البروفات بتاعتنا او عندنا عرض في رمضان ما بخرجش خالص. انا الفوازير اشتغلتها 6 سنين، تاليف الاستاذ عبد السلام امين واخراج المبدع الله يرحمه الحاج فهمي عبد الحميد، واشتغلتها بعد كده مع عمرو عبدين، واشتغلتها مع مدام رباب. النصوص بتبقى جاهزة معانا بس التنفيذ بياخد وقته ودقته. فالحاج فهمي أنا فاكرة في واحدة من اللي اشتغلتهم معاه بالذات بتوع مدام شريان، خرجنا يوم العيد الصبح، يعني دخلنا الساعة 8 الوقفة خرجنا يوم العيد الصبح، يعني ده اللي حصل. استاذ احمد توفيق برضو كان بيبقى الورق جاهز وعاملين عليه بروفات وحافظينه وكله، بس هو كان دقيق ايضا في التنفيذ، وهو حبيبي الله يرحمه كان بيحب حاجه انسانيه، يعني ان العمال والفنيين وكده بيبقى في مكافئات معينه في رمضان، كان حابب انه ما يحرمش الناس منها، يعني كان انسان جميل وقلبه ابيض و بحب الناس الله يرحمه. مدام رباب خدت نفس الحكاية، فقصدي مش شرط ان يكون الورق مش جاهز، لكن حكاية الورق على الهواء دي لا ما تنفعش. انا مش عايزة اقولك ان انا كل يوم بيتعرض علي عمل ولا طبعا الحجاب والحاجات دي، بس انا راضية بالنشاط اللي انا دلوقتي بعمله الادبي الثقافي ده، سواء صالون وبعدين بعمل مركز باسم مديحة حمدي للثقافة والفنون. يعني اتمنى انه افتح فروع في كل يعني المحافظات، إيه ان شاء الله باذن الله، ده شغلني جدا يعني.